أيها المبعوث برحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من طاب للإيذاء بالدعوات أيها المبعوث برحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من طاب للإيذاء بالدعوات ظنوا بأن سهامهم ستنال من من قد حباه الله خير صفاتي من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات ظنوا بأن سهامهم ستنال من من قد حباه الله خير صفاتي من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات صلى عليك صلى عليك صلى عليك الله يا خير الورى يا أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من قابل احموا رسول الله مبعث عزنا أصل العقيدة أقدس الحرمات لك أنما المختار في أحد فمن يفديه مثل الصحب في الغمرات احموا